استاذ علي الاسود مدير التنفيذي الاهلي طرابلس، مساء الانوار يا استاذ علي. مساء الانوار سياده الجنرال. الله يخليك، اهلا بيك يا استاذ علي. واحنا والله انا 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 محرج كمصري وانا بكلمك ولاعب مصري ارتكب مثل هذا الفعل القبيح يعني. لا لا، شوف سياده الجنرال، انت تعرف ان الرياضه وكره القدم دائما فيها مثل هذه الامور تحدث يعني من بعض اللعيبه، وفي احيانا حتى من لعيبه كبار ومحترفين تحدث مثل هذه الامور يعني. وانا نحييك على متابعه مثل هذه المواضيع اللي الهامه، وكذلك نحيي الاستاذ محمد القاضي حتى وايضا اللي يتبع في مثل هذه المواضيع الحقيقه. صحيح. هو اتصل من بدري يحاول الاتصال يعني بمختلف الاطراف. نعم. لكن الحقيقه يعني استاذ الجنرال، يعني بالنسبه للسيد او اللاعب أيمن حفني، أنت تعرف أن احنا هناك اتفاقية إعارة ما بيننا وبين نادي طلايع الجيش. نعم. وأيضا بيننا وما بين هي اتفاقية ثلاثية، وبيننا وما بين السيد أو اللاعب أيمن حفني. أيمن حفني حقيقة نحن التزمنا بكل اللي موجود في عقده وحسب الاتفاقية، لكن للأسف الشديد هو كما سمعت، هو مش حنعيد اللي قال الكابتن. نعم. طلعت او الكابتن محمد ابراهيم، بالفعل هو اخذ اجازه وما رجعش خالص. ونزلتوا القاهره ما قابلتوش يا كابتن علي؟ لا لا، انا طبعا الاسبوع الماضي كنت في القاهره. ورحت له في البدرشين في بيته ما بين اسرته، والحقيقه يعني نقول لك اسرته كان شيء جميل، ولقاء رائع مع كل اخواته، مع يعني نقول لك كل الاسره، وكل اسره الحقيقه كانت طالبه بانه لابد ان هو يسافر. بقيت معاه حوالي 5 ساعات تقريبا، نتناقشوا نتحاوروا، يعني حتى طلب يعني انه هو ممكن ياخذ معاه اخوه، وافقناه على انه هو يجيب اخوه معاه لليبيا، وما هيش مشكله، زوجته، اي شخص يحب انه هو يجيبه معاه. وفهمته يعني انه هو ما زال في عقده تقريبا شهر، يعني في نهايه 6 الاعاره تنتهي، يعني حوالي شهرين فقط. وفهمته وقلت له انك انت حتى لو تبي او ترغب في انك انت تلعب في الاهلي، الاهلي المصري نادي كبير، ولا في الزمالك، يعني لازم انك انت تكون ما عندكش مشاكل، ما عندكش اي مشكله معي. صحيح. معي نادي. واتفقنا على هذا الاساس، يعني ان احنا حوالي 90%. قال لي يعني على اساس بكره انه هو يرد علي ويعطيني الراي النهائي. وبالفعل اني اتصلت به، ما ردش علي بالتليفون، اتصال اول، اتصال ثاني، ثالث، درت له، عملت له رساله مسج، قلت له راه هنا في انتظار، اتمنى ان تكون بخير وان شاء الله تعطيني الراي النهائي، لاني نحن نروح يعني مش حنقعد في مصر كثير ولا التزامات. للاسف الشديد قفل تليفوناته، قفل تليفوناته كلهم، ما عادش رد. ولا عاد هنا اضطرينا طبعا اننا ننتقل لنادي طلايع الجيش، للسيد رئيس الجهاز الرياضه اللواء مجد اللوزي، باعتبار احنا والاتفاقيه كانت معهم الحقيقه. نعم. باعتبار ان احنا نحاول ان احنا نحل المسائل في بدايه الامر وديه، يعني ما فيهاش مشاكل. طبعا طبعا. وبالفعل كان هناك خطاب عملناه، ومشينا لنادي طلايع الجيش، واستقبلونا استقبال حقيقه رائع يعني، ووضحنا لهم الامر، وان احنا مشينا له، وان احنا درنا له رساله عن طريق وكيله وعن طريق هو، ومشينا له في البيت وتفهمنا، لكن للاسف الشديد ما وصلناش معاه للحل. وبالفعل يعني نادي طلائع الجيش يعني اعتقد ان هم اتخذوا الاجراءات اللازمه، حتى نكون صارف يعني معاك، ان هم اتخذوا الاجراءات اللازمه، واعتقد ان شاء الله يعني خلال اليوم هذا، انا كما قلت حضرتك انا متاكد انه هو يكون هناك حل، لان المفروض يعني لا. وللاسف الشديد كابتن، انا قلت له يعني حتى لو انت مش عايز تمشي قول لنا، مش عايز باش نعرفه، يعني نعرفه الامور ونكلموا النادي بتاعك ونعرفه كيف نتفاهموا حتى وديا نحلوها، يعني امور الماليه. صحيح. حسب العقد. وبعدين فهمته، قلت له انت لما وقعت هناك ماده، الماده 11 في العقد بتاعك، تقول بان الرياضي الطرف الثاني اذا تغيب عن التدريبات او عن المباريات بدون موافقه الطرف الاول، انه ملزم بترشيح كافه المصاريف اللي صرفت عليه. نعم. يعني ما نعرفش، يعني ما نعرفش. نعم. ايمن للامانه يعني انسان رائع، خارج يعني اخلاقه وكل الامور، لا نطعن فيه، عندنا شك فيه الحقيقه، ولكن بالنسبه لالتزامه، بالنسبه لعقده وكلاعب محترف،
يعني ما نعرفش. وانا انا مش عايز منه الا كره القدم، الامور الاخرى دي على عيني وعلى راسي. طيب كابتن علي، استاذن حضرتك تسيب نمره ايمن حفني في الكنترول دلوقتي مع محمد القاضي، وانا بقى اطالب ايمن حفني دلوقتي يفتح موبايله يوضح موقفه، وليا يعني تعليق بعد كده. بشكرك كابتن علي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك، شكرا ليك حبيبي، شكرا خيرك، اشكرك. سلام ورحمه الله وبركاته. يعني خطوره هذه القضيه يا جماعه هي التاثير على سمعه اللاعب المصري. يعني النهارده انت بتدي مثال ونموذج سيء جدا جدا، وبعدين مفيش حاجه اسمها على الاطلاق ان انت تاخد فلوس وتمشي، لان هو مديك فلوس مقابل عمل، يا بتعمل العمل يا ما بتعملوش. لكن تاخد بعضك وتخلع بنفسك وبالفلوس كمان، هذا امر مخزي للغايه. وبعدين النهارده احنا بنتكلم في ايه؟ 150 الف دولار اخذ 80% منهم، يعني بنتكلم في 120 مثلا الف دولار، يعني رقم. وبعدين هي ايه المشكله بالظبط؟ هل هو عنده الهوم سيكنس، يعني انه لما بيطلع من بيته بيتعب؟ يا سيد لو انت بتتعب بقى من الاول ما تتعاقدش، ولو انت بتتعب بس ما تتعبناش وتاخد فلوسنا كمان وتمشي. فالعمليه يا ايمن عمليه مش مظبوطه خالص، ولا بد ان ان ان, إن التليفون هيحاولوا يكلموك دلوقتي ان انت ترد، ولو ما ردتش يا ايمن الموضوع ده مصعد للاتحاد الدولي وهتتوقف، لا هتلعب في طلائع الجيش ولا هتلعب في الاهلي ولا هتلعب في الزمالك. ولازم تعرف ان موقفك ده اثر على زملائك احمد حسن مكي وويليام جيبور، وكمان الكباتن المساعدين للكابتن طلعت يوسف. انا بقول اهو لان انا عارف الامور بتمشي ازاي هناك، مش هقول يعني ان هم يعني بالبلدي كده خلاص رفضوا كل الاجازات. يعني انت اثرت كمان بالسلب على زملائك هناك سواء اللاعبين او مساعدين الكابتن طلعت، وده شيء لا يليق يا ايمن، لا يليق. فيعني انا ارجوك حتى لو انت مش عايز ترد دلوقتي على الهوا، اذا كان اخدوا النمره وبيحاولوا يكلموك او تفتح موبايلك يا ايمن وترد بوضوح، هل حصل يا ابني حاجه ليك هناك مش مظبوطه؟ مش واضح، والا كان الكابتن طلعت يوسف المحترم قال، ده راجل صريح ودغري، او الكابتن محمد ابراهيم. لكن غير مقبول منك هذا الموقف على الاطلاق. تروح بيتك وتقعد في وسط اخواتك ومراتك وبتاع، وبعدين طب اخد اخويا، طب اخد ابعتك بقى ببزازه بعد كده يا ايمن، مش معقول يعني. وبعدين لو انت بتتعب في الغربه امامك احد امرين، الراجل المحترم علي الاسود مدير التنفيذ النادي قال لك هات مراتك هات اخوك هات اللي انت عايزه هاته، في ايه تاني؟ كتر الف خيره. الدنيا بقى ظلمت معاك خالص، رجع الفلوس وارجوهم ان هم يتقبلوا عذرك. اذا انت مش قادر بقى خلاص تروح هناك بقى العمليه عندك في حاجه مش مظبوطه احنا مش ما نعرفهاش، يبقى لازم ترجع الفلوس. والعقد بيقول كمان المصاريف اللي اتصرفت عليكم هم مش مسؤولين عنها. كلامي واضح جدا يا ايمن، هيحاولوا يكلموك تاني. ارجو ان انت تفتح موبايلك يا ايمن، لان شكلك بقى وحش قدام الراي العام. انا تعمدت اطول في الحته دي عشان اللي ما سمعنيش يسمعني. ايمن حفني اللاعب اللي كلنا كنا معجبين بيه، ولما اتقال انه هيروح للاهلي انا قلت ده بديل ابو تريكه، اصغر سنا وفي الفورمه الحلوه وبيعرف يرقص وبيعرف يميز يمين وشمال ويحط البساطة الحلوة وبالعرض وبالطول وبالارتفاع والحكاية والرواية، وكان مستقبلك يا ابني زاهر وباهر. لكن الفعلة دي وصمة في جبينك، هتفضل يعني ملحقة بيك عمرك كله، لأن فيها تصرف مش عايز أوصفه عشان ما تزعلش مني، لكن الموقف إن أنا باخد فلوس عشان أشتغل، أخدت الفلوس وخلعت، لا ده عيبة قوي يا أيمن، عيبة قوي يا أيمن. وبعدين ناديك المحترم قبض 125 ألف دولار واتحرم منك 6 أشهر، النهارده هيجي طبعا أهل طرابلس يقول لهم هاتوا الفلوس. يعني أنت أذيت الناس كلها، كل الناس اتأذت. طيب أخيرا